السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة وتجربة جديدة من فريق عرب جي تي. اليوم متواجدين في نيوجيرسي، ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تحديدا في حلبة مونتشيلو، حلبة جميلة جدا في ضواحي مدينة نيوجيرسي، لاختبار X3M. ومش أي واحدة، مش أي X3M، X3M نسخة الكومبيتيشن. يعني هاي السيارة ما حد يحكي للموديل السابق كان أفضل، لأنه هاي أول إطلاق رسمي لهذا الإصدار. وعلى يساري ايضا X4M، ايضا نسخه الكومبيتيشن. طبعا السيارتين بتوفروا بنسخ M عاديه للاطلاق تبع موديل 2019 2020، ولكن نسخه الاداء العالي الاعلى من ناحيه القوه الحصانيه ومن ناحيه المواصفات تعتبر نسخه الكومبيتيشن. يعني ترتيب سيارات الام بيكون دائما الام، طبعا في الام بيرفورمانس باكج، هذا باكج عادي ما له علاقه بعائله الام، هذا فقط امور شكليه. بيجي خلفه طبعا نسخ الام، يعني مثلا X3M، X5M، بعدين نسخة الأداء الأعلى، نسخة الكومبيتيشن اللي هي هذه الرياضية البحتة. خبروني بالتعليقات مين حبيته أكثر كتصميم خارجي، X3 ولا X4؟ ها خبروني يا بخنت التعليقات. شوفوا لي X3M بنسخة الكومبيتيشن. بداية النسخ الكومبيتيشن في ميزات بسيطة جدا تختلف عن نسخة X3M العادية. عملية التسويد بطرازات الام كامل، سواء شوفوا الكيدني جريلز كيف موجودين باللون الأسود، حتى الواجهة الأمامية عم بتكون الصادم الأمامي باللون الأسود مخلوطة مع لون السيارة، المرايا الجانبية عم بتكون لنسخة الكومبيتيشن باللون الأسود طرازات الام. من جنب السيارة بداية الإطارات مقاس 21 إنش، هذا ال 21 إنش لنسخ الكومبيتيشن، لنسخ الام العادية عم بتكون 20 إنش. طبعا بالنسبة للبريكس عليها 4 بيستنز، 4 بساتن للبريكات. من الجانب أيضا عم بتشوفوا عملية التسويد الموجودة، إذا نسخة ام عادية بتيجي بلون السيارة، إذا لون أسود معناها نسخة كومبيتيشن. من الخلف أيضا حتى كلمة X3M عم بتكون باللون الأسود، العوادم الموجودة على السيارة 4 عوادم عم بيكونوا أيضا باللون الأسود. بالنسبة للX3 مساحة التخزين الموجودة فيها 1600 لتر في حالة طي المقاعد، في حالة عدم طي المقاعد عم بتوصل مساحة التخزين لأكثر من 600 لتر. بالنسبة لنسخة BMW X4M نسخة الكومبيتيشن، التسويد أيضا موجود على الواجهة الأمامية، اختلافات بسيطة، بتلاحظوا الإضاءة بالX3 كانت مسحوبة أكثر، بإضاءة X4 عم بتلاحظوها أعرض خصوصا الإضاءة الأمامية. الجنوط نفس الشيء، مقاس 21 إنش لنسخة الكومبيتيشن، 20 إنش لنسخة العادية الأم العادية. المرايا عم بتلاحظوا باللون الأسود، عم بتلاحظوا التسويد موجود بكل مكان. السيارة مشابهة جدا، نفس السيارة تماما، إلا هذا الروف لاين. الروف لاين هو اللي بيميز X3 عن X4. بالX4 عم بيكون السقف مرتفع، X4 هي الطراز الكوب، يعني هي الطراز المصغر من X6. X3 X5 هيك ركزوا فيها يا جماعة، لأن دول السيارتين مشهورات جدا، X5 وX3. X5 بيكون الروف لاين مرتفع، فبيكون مساحة المقعد الخلفي الرأس الفوق الرأس بتكون أكبر. بالX4 أو X6 عم بيكون الروف لاين السقف هذا مائل أكثر للخلف، خصوصا بيبدأ ميلانه من البي بيلر، هذا هو البي بيلر، بنزل للسي بيلر اللي هو هاي المنطقة، فبتكون منخفض كسيارة SUV كوب. هاي هي الفكرة من عملية X4. وعم بتلاحظوا حتى الروف لاين عم بيكون أيضا باللون الأسود، طبعا السيارتين عليهم بانوراميك سن روف. من الخلف عم بتلاحظوا الانتفاخة هون عم بتبين أكثر بكثير من طراز X3. عم بتلاحظوا أيضا السقف الزجاج الخلفي كيف درجة ميلانه، عم بتلاحظوا الجناح كيف درجة ميلانه عالية جدا، وعم بتلاحظوا هذا السبويلر الخفيف الموجود على غطاء المحرك من الخلف، طبعا هذا أيضا باللون الأسود لنسخة الكومبيتيشن. النسخ العادية الأم العادية من X4 عم بيكون بنفس لون السيارة. بالنسبة للخلف عم بتلاحظوا الإضاءة هاي الـ 3D رهيبة جدا بالX4. عم بتلاحظوا 4 عوادم موجودين في الأسفل باللون الأسود عشان يميزوا طرازات الكومبيتيشن. مساحة تخزين عم بتكون أصغر من المساحة الموجودة على الX3، خصوصا أنه السيارة كوب SUV كوب، فعم بتلاحظوا مساحة التخزين عم بتكون 1430 لتر في حالة طي المقاعد، في حالة عدم طي المقاعد عم بتكون 525 لتر. الإغلاق طبعا بيكون كهربائيا أيضا بشكل جدا بسيط. عن جد أنا يا جماعة محتار مين أجمل من ناحية التصميم الخارجي، الX4 ولا الX3، الX4M Competition ولا الX3M Competition؟ بداية المقعد الخلفي لنسخ سيارة الـ BMW X4M Competition،
ليش كومبيتيشن؟ لانه نوع الجلود الموجود نوع المارينو هذا ما بيجي غير على سيارات نسخ الكومبيتيشن، ما بتيجي حتى على الاكس 4 ام العاديه. هذا لون الجلود ونوع الجلود بميز نسخ الكومبيتيشن. المقاعد ملاحظين بوكيت سيتس مميزه جدا الاماميه، انا مضبط السياره ان انا قائد المركبه، فملاحظين يعني مساحه الاقدام ممتازه جدا حتى من الاسفل. مساحه الراس يعني هذه الاكس 4 اللي هي نسخه الكوب، وشايفين مساحه الراس تعتبر جيدة. طبعا الاكس 3 عم بتكون المساحة اكبر. بالنسبة لفتحة السقف عم بتكون فتحة سقف ونص، ممكن نسميها نص بانوراما، ما بوصل للنهائي. كاربون فايبر بكل مكان بالسيارة، النظام الصوتي هارمن كاردن غني عن التعريف. النسخة اللي معاي عليها تدفئة مقاعد، ممكن عندنا بالمنطقة يطلبوها الوكلاء بتبريد للمقاعد الخلفية. فتحات يو اس بي، فتحات التكييف موجودة بالخلف. بكفي كلام عن الاكس 4 ام بالمقعد الخلفي، خلينا افرجيكم المقعد الامامي بس بالاكس 3 ام كومبيتيشن. على فكرة السيارتين نفس الشيء من ناحية المقصود الداخلية، خصوصا المقعد الامامي. خلينا نفرجيكم اياه على الاكس 3. اكس 3 ام نسخة الكومبيتيشن، المقصورة الامامية زي ما خبرتكم مشابهة تماما لنسخة الاكس 4 ام، تماما نفس بعض. اول اشي بلفت نظرك الجير نوب، الجير نوب هذا نفسه اللي شفناه على سيارة الام 5 نسخة الكومبيتيشن، نفسه تماما تماما تماما. المقصورة يا جماعة مستنسخينها عن الام 5 نفسها، ماخدينها مصغرينها شوي وحاطينها على سيارة الاكس 3 والاكس 4. الشاشة الموجودة تحت الترفيه مقاسها 10.5 انش، نظام الاي درايف برضه موجود، عندي وايرلس تشارجر وعندي اماكن لتخزين المشاريب، وهذا هو مفتاح السيارة. هاي المفتاح، شايفين الألوان تحت الام تيجي من الجانب دائما، هذا المفتاح مفتاح بسيط جدا بيسك. خلينا نسمعكم صوت نسخة الكومبيتيشن الاكس 3 ام او الاكس 4 ام، نفس الصوت. وطبعا وضعيات القيادة كومفورت، افيشنت، سبورت، سبورت بلس، وفي عندي كبسة عشان العوادم، بفتح العوادم بالكامل. خلينا نسمعكم الصوت. طبعا هذا الصوت اللي بتسمعوه من جوا المقصورة جاي من السماعات يا جماعة، بي ام دبليو معروف من زمان بتعمل هذا الصوت، انه بيطلع صوت ارتفيشال بيطلع من سماعات السياره، بس اسمعوا الصوت من برا. انطلقنا على طرقات نيو جيرسي لنختبر سيارة البي ام دبليو اكس 3 ام نسخة الكومبيتيشن. طبعا هاي السيارة جديدة بالكامل، ما كان في نسخ ام من طرازات الاكس 3 والاكس 4 نهائيا، هذا اول جيل من السيارة. بالنسبة للماكينة، الماكينة عنصر مهم جدا نتكلم عنه، لانه الماكينة اللي عم نختبرها لليوم ماكينة جديدة بالكامل. سيارة 6 سلندر، محرك خطي كان المتعارف انلاين من بي ام دبليو، 3000 سي سي، عم بولد قوة حصانية مقدارها 510 حصان، وعزم دوران يصل الى 600 نيوتن متر من التورك. هاي السيارة عبارة عن صاروخ صغير بتتسارع من 0 ل 100 بأربع ثواني فاصل جزء واحد من الثانية. هذا كله بالنسبة لنسخة الكومبيتيشن. بالنسبة لنسخة الام العادية يعني اكس 3 ام او اكس 4 ام، عم بتكون اقل ب 30 حصان، يعني الكومبيتيشن عم بميزها 30 حصان اضافي عن نسخ السيارات الام العادية. شغلة تانية مهمة جدا، تسارع ايضا سيارة النسخ الام عم بتكون اكثر بجزء من الثانية، يعني 4 ثواني فاصل جزئين من الثانية. لاول مرة شركة بي ام دبليو عم تستعمل تقنية جديدة، تقنية ال 3 دي برينتينج بعمل السلندرات تحت المحرك. هاي مضخات الزيت جديدة بالكامل، عملية تبريد السيارة، عملية الانتر كولينج وتبريد المحرك ايضا جديدة بالكامل. هذا المحرك له مستقبل قوي جدا، وراح ينزل لسيارات مثل الام 3، راح ينزل لسيارة الام 4 الجيل الجديد. طبعا الام 3 اعتقد نهاية السنة القادمة تطلع السيارة، والله اعلم. راح يروح على كثير سيارات، كثير سيارات. راح يصير جماعة الام باور زي جماعة الاي ام جي، الاي ام جي صار عندهم محرك 4 سلندر، اي ام جي عندهم محرك 6 سلندر اي ام جي، وعندهم ايضا محرك 8 سلندر اي ام جي. بي ام دبليو نفس الموضوع تماما، محرك 8 سلندر موجود عندهم 4400 سي سي، هلا محرك 6 سلندر جديد بالكامل، وايضا ممكن بفترة لاحقة، ممكن ما عندي اي معلومات، يعني كنت احكي مع المهندسين كلهم ابتسموا ابتسامة صفراوية شوي لما حكيت لهم عن محرك الاربع سلندر اللي هو اعتقد انه جاي على الام 1 وعلى الام 2، ما علق وما حكوا على الموضوع. فالاربع سلندر كمان جاي، لانه هلا في جزء كبير من محبين السيارات الام باور، سيارات العضلات الالمانيه، راح يعلقوا انه ليش بنزلوا من السعه المحركيه، ليش بنزلوا من 8 سلندر ل 6 ل 4، هاي بطلت ام باور او بطلت اي ام جي او بطلت ار اس. يعني اودي مثلا ار اس 5 صارت 6 سلندر، وايضا احتمال كثير كبير الاودي ار اس 7 ايضا تنزل 6 سلندر وما يستعملوا ابدا محركات 8 سلندر. هذا لسبب التشريعات الحكوميه على الانبعاثات وعلى صرفيه البترول. على ذكر صرفيه البترول، سياره البي ام دبليو الاكس 3 ام كومبيتيشن او الاكس 4 ام كومبيتيشن بتستهلك 10.2 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر بتقطعها. طبعا هذا بنسبه وسطيه.
بالنسبه للمحرك الجديد بالكامل، هذا المحرك 6 سلندر بنته شركه بي ام دبليو من السكراتش، جديد بالكامل. 90% من قطع المحرك جديده بالكامل، ما لها اي علاقه بالمحركات السابقه، بمحرك 6 سلندر السابق. هلا جماعه البيمر شوي راح يفهموا علي، هذا الكود تبعه اسمه S58. الجيل السابق كان اسمه S55. طبعا في كمان عشان ما حد يلخبط، هاي البيمرز استوعبوا علي، اتمنى تكون وصلتكم المعلومه هاي. البي 58 هو المحرك تبع الام 40 اي، مش تبع الام M40i اللي هو بيجي على الـ M Performance Package. طبعا بالنسبة للـ B58 طبعا كان Twin Scroll One Turbo Charge. المحرك الجديد S58 اللي منجربه لليوم Twin Turbo Charge، مش Twin Scroll، Twin Turbo Charge، فهذا شوي غير. وعم بيكون التيربوهات جاي على السلندر الأول والثاني والثالث، والتيربو الثاني راكب على الرابع والخامس والسادس، فراس المحرك مختلف تماما، تقنية كتير جديدة من BMW. طبعا المحرك هذا موصول على جير من 8 نسب ZF، الجير الاستربترونيك تبع BMW المعروف المعتاد اللي بتجربه على كل سيارات، التسارع رهيب. الجير ايضا عليه الادجستبل لوجيك كنترول، شايفينه على راس الجير، عم بتلاحظوا الكبسات هاي، انا بتحكم بقوه تبديل الجير، شغله جدا جميله بتتميز فيها BMW. شايفين طبعا فورا بتحس التبديل صار جدا اسرع لما العب فيهم. طبعا المتابعين اللي ما بتابعوا كل حلقات ضروري تعمل سبسكرايب. اغلب سيارات BMW احنا مجربينهم، جربنا الـ 8 سيريز الكشف والكوب، جربنا الزد 4، جربنا الاكس 7، جربنا 7 سيريز الفيس ليفت. قياده السياره على الطريق بصراحه الهدوء ممتاز، BMW من النهايه جميله جدا قيادتها. السياره فعليا عن جد سياره ام يا جماعه، مو سياره اكس 3. انا بصراحه جاي وقبل الاختبار كنت مستحضر حالي نفسيا انه سياره اكس 3 مزبطينها بام، انه هيك يلا ام باور حطيناها، ولكن بالماكينه والجير والتسارع والمواصفات والمقصوره وقياده السياره بتسوق كانك سياره ام باور حقيقيه، سياره ام باور 100%. ما حسيت ابدا، خصوصا انه هلا كنا نختبر الام 5، هلا اختبرت اكثر من سياره ام، فالسياره ما حسيت ابدا انه بي ام دبليو بيخلوا عليها من عائله الام او من الجين تبع سيارات الام باور. هدول السيارات بتعدلوا شوي جنون، شويه كاربون فايبر على هيك اكزوست سيستم عالي، هاي جماعة الشركات التعديل بتسلوا فيهم. طبعا سيارة الاكس 3 وسيارة الاكس 4 بتصنعوا في امريكا، طبعا اغلب سيارات الاكس تبعت بي ام دبليو بتتصنع في امريكا، يمكن جزء كبير ما بيعرف منكم ما بتتصنع نهائيا بالمانيا، مصنعهم الوحيد في ساوث كارولينا هو مصنعهم الوحيد، بصنعوا فيه كل سيارات الاكس، فالاكس 7 الاكس 5 الاكس 6 والاكس 3 والاكس 4 والاكس 2، اعتقد الاكس 2 والاكس 1 اعتقد اذا ما خاب ظني عندهم مصنع صغير باوروبا، اعتقد هدول التنتين، بس الباقيات كلهم بتصنعوا في امريكا. بإذن الله رح توصل سيارة البي ام دبليو اكس 3 ام او الاكس 4 ام بشهر اكتوبر على منطقتنا، رح تظهر امامكم الاسعار هلا لنسخ الام العادية ونسخ الكومبيتيشن، في فرق بالاسعار بين النسخ، طبعا هاي الاسعار حسب السوق الالماني عشان الملاحظة. اعتقد بكفي نسرع بالشوارع هون، بلاش يمسكونا الشرطة الامريكية ويعملوا لنا مشكلة، خلينا نروح على الحلبة. انطلقنا على حلبة مونتسيلو او مونتشيلو، يعني احكوها زي ما بدكم، اعتقد الاسم ايطالي. هاي موجودة في ضواحي مدينة نيو جيرسي الامريكية. طبعا السيارة عليها وضعيتين كونفيجريشنز M1 و M2 موجودين على العدادات عند الستيرنج بالضبط زي ما انتم شايفين. انا حاليا بختبر السيارة على وضعية M1. M1 يعني عندك يا طويل العمر بفك نص فكة تراكشن كنترول، بغير كل وضعيات القيادة، بصير الستيرنج أقسى، بصير دعسة البنزين أسرع بالتبديل، ونفس الشيء بالنسبة للبريكات وبالنسبة لماسات الصدمات، بتصير رياضية أكثر، بتصير امتصاصها أعلى. طبعاً ماسات الصدمات الموجودة الـ M Sport Adaptive، السيارة عليها الـ Stability Control، الـ Dynamic Stability Control، السيارة عليها Roll Bars. سيارة الـ BMW X3 M Competition أو X4 M Competition اللي عم بختبرها هلأ باللون الأحمر، السيارتين عليهم M Differential Lock. السيارتين لما تحكي ام ديفرنشال لوك طبعا يعني الاداء ام، يعني سياره ام حقيقيه، يعني ما في مزح، استابيليتي والثبات تبع السياره يعتبر ممتاز بصراحه، بتفاجئك بتنسى تماما انك بتختبر سياره كروس اوفر او سياره اس يو في صغيره. طبعا الحلو بالبي ام دبليو يعني هاي كبسه الام 1 والام 2 اختصروا عليه كل الكونفيجريشن الموجود بالاسفل، تحت في الاسفل عندك بتختار الوضعيات زي ما بدك، يعني مثلا ممكن تختار وضعيه السبورت على الاخر، ولكن بنفس الوقت كمان تخلي عجله القياده خفيفه. فيعني البي ام دائما الروح الرياضيه هاي مهمه جدا بالنسبه لهم، يحافظوا عليها لمحبين وعشاق هيك سيارات، واللي بيشتري هيك سياره اصلا بده الروح الرياضيه هاي.
طبعا الام 2 بفكر لك التراكشن كنترول بالكامل، بفكر لك انظمه المساعده على القياده وخلص روح لحالك يا طويل العمر، والسياره بتصير توزع اكثر للدفع الخلفي. طبعا السياره اكس درايف يعني دفع رباعي العجلات، ولكن على الام 2 بيعطيك فن اكثر، بتصير وضعيه الدريفت، الانزلاقات، التفحيط، سميها اللي بتسميها، بتصير هي افضل عليها على وضعيه الام 2. X3 وX4 نسخ الام الكومبيتيشن، نسخ جديده تنضم لعائله الام باور من بي ام دبليو. هاي الفئه من السيارات لسه ما بعرف شو وضعها بسوقنا، يعني في منافسه شرسه فيها. في عندنا الفيلار، الاس في دايناميك، في اف بيس اس في ار سبق واختبرتها، في البورش مكان بكل طرازاتها وحتى للتيربو. فهاي الفئه من السيارات عم بتكون فئه بتحير، الكل عم بدخل فيها، الكل عم بيشترك فيها. طبعا في الرينج روفر سبورت، في الرينج روفر سبورت اس في ار، الكل رايح على الفئه هاي. وما بدنا ننسى كمان المنافس الرئيسي لبي ام دبليو مرسيدس، الجي ال سي 63 ام جي، الجي ال اي 63 ام جي، والجي ال اي، كل السيارات هاي موجوده كمان. فمنافسه عم بتكون شرسه بالفئه هاي. بي ام دبليو من زمان دخلوا بفئه الاس يو في من الاكس 5 من سنين طويله، هلا ما بدنا نرجع نحكي بالتاريخ، ولكن المنافسه شرسه. واعتقد الجمهور، الناس اللي بيشتروا هيك سيارات، اهم شيء بالنسبه لهم عنصر المتعه بالقياده والتميز بالشكل. الاكس 3 والاكس 4 انا ما حسيت انه تميزوا كثير بالشكل الخارجي عن على السيارات الاكس 3 والاكس 4 العاديه اللي عليها ام بيرفورمانس باكج اللي هي الام 40 اي، ما حسيت تميزوا كثير. اتمنى ما يعملوا نفس الموضوع بالاكس 5، يصير التميز اكثر بين فئه السيارات. يعني شوف مثلا البورش مكان تيربو اذا تتفرج عليها، او حتى الجاكوار اس في ار، الاف بيس اس في ار راح تظهر امامكم بشكلها هلا، مختلفه تماما عن طرازات الاف بيس العاديه، ما لها علاقه، اللي بنشوفها من بعيد بيعرف انه هاي اس في ار. كنت اتمنى نفس الموضوع على الاكس 4 وعلى الاكس 3، ونفس الموضوع ما يعني هاي اعتقد بي ام دبليو شوي حساسين بموضوع التصميم وبيخافوا دائما منه، ولكن لو ميزوها اكثر للسياره هيك انتفاخاتها الجانبيه افضل، كان ممكن تكون مميزه اكثر، خصوصا انه عم بيبيعوا كثير من نسخ الاكس 3 والاكس 4 اللي عليها الام بيرفورمانس باكج. اتمنى تكون تجربتي من امريكا عجبتكم للبي ام دبليو اكس 3 واكس 4 ام نسخ الكومبيتيشن، الاداء العالي 530 حصان. ما تنسوا تعملوا لنا اشتراك في قناتنا على اليوتيوب يا جماعه، وصلنا بهمتكم 1,800,000، بدنا ان شاء الله بهمتكم معنا قبل اخر السنه باذن واحد احد، وبهمتكم معنا نوصل 2 مليون مشترك وفلتت السياره. فان شاء الله همتكم معنا. وشكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. خليني اطفي الكاميرا عشان اكمل اللفه العظيمه تاعتي على الحلبة، والسيارة أداءها بصراحة مذهل، بصراحة الثبات اللي عليها بتنسى انك سايق سيارة SUV، بتحس انك سايق سيارة سيدان او سيارة كوبيه. وهلا والله بالشباب، السلام عليكم. أو أو أو.